أساسية. جمعت اليوم في جهة الشرق في مدينة وجدة كل المتدخلين في القطاع والمسؤولين من أجل مناقشة الإكراهات التي يعيشها هذا القطاع، خاصة أنه كتعرفوا بأن قطاع الإسكان كيعتبر واحد رافعة أساسية في الاقتصاد، والجهة ديالنا بحال اللي تم التذكير راه تقريبا 11% من الناتج الداخلي الخام كيمثلوا قطاع الإسكان. الإسكان اليوم كيعرف إكراهات متعددة، نسبة التمدن مرتفعة في المدن ديالنا، العالم القروي كيعيش إكراهات متعددة، وبالتالي هذه مناسبة ديال مناقشة كل الإكراهات وإيجاد حلول مرتبطة أساسا بالجهة ديالنا وبالمشاكل اللي كتعيشها الجهة ديالنا في قطاع التعمير والإسكان. شكرا.